بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسينا النهاردة إن شاء الله مع أسلوب تنفيذ الأسوار للمنشآت ذات الأهمية الخاصة، زي ما حضراتكم شايفين كده السور ذات نفسه هو عبارة عن سور من الخرسانة كله بالكامل، وده من الداخل يعني، ونفس الكيفية من الخارج. وزي ما حضراتكم شايفين كده بيبقى الجزء الأسفل مع من الرخام والجرانيت، جرانيت وش جبل كاترين، والسور معمول بالسافيتو، والفاصل ذات نفسها الخرسانية اللي عندها متجلدة الحجر، وهنا فاصل تمدد زي ما حضراتكم شايفين كده، ده فاصل تمدد، ويمشي برضه فاصل إنشائي يعني. وبعد كده نهاية السور ده ارتفاعه 6 متر، ونهايته في حرف واي زي ما حضرتك شايف واي كده، اللي هو الزاوية وفيها سلك شائك يمين وشمال، 3 يمين و3 شمال، وفي النص في القايم بتاعه في 2، واحد من بره واحد من جوه. ثم الحرف الواي ده عشان تحط السلك اللي هو اللي زي ما انتم شايفين كده اللي المواسي اللي فوق دي، اسمه سلك كونسرتينا، كونسرتينا بطول السور، وبيتربط طبعا ده مع ده عشان خاطر ايه، يمنع اي حد يعدي من المكان دوت الى المكان الداخل اللي داخل المكان ده. زي ما قلت لحضرتك ده للمنشات اللي هي ذات الاهميه الخاصه، او المنشات الحكوميه الخاصه، البنوك، الاماكن النائيه في الجبال، في الاماكن حوالين حوالين ابراج الانترنت زي ما حضراتكم شايفين، ابراج الاتصالات الخارجيه اهي، نفس الكلام بيبقى سور زي كده. وصلي اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما حضرك المهندس الشاري شوقي العفيفي.